بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة هنتعلم طريقة تسجيل موقف تسليم الأبحاث على موقع استمارة التلميذ، وطبعا اللي بيقوم بالموضوع دوت مدخل البيانات أو المسؤول عن قاعدة البيانات الخاصة بالحكومة الإلكترونية المدرسية. طيب، احنا دخلنا على موقع وزارة التربية والتعليم، بندخل بعد كده على مركز معلومات وزارة التربية والتعليم. بعد ما نخش على مركز المعلومات نختار الإدارة الإلكترونية للتعليم، بعد كده هنبدأ نختار بيانات التلميذ، ومن هنا هنبدأ نعمل تسجيل دخول، ونبدأ نسجل دخول بحساب المدرسة. تسجيل دخول عندي هنا يا جماعة، تسجيل استلام الأبحاث من طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية. هنبدأ نضغط على تسجيل تسليم الأبحاث، ونبدأ من هنا نختار الصف المطلوب. هنختار مثلا الصف الأول، بعد كده نختار الفصل، هنختار فصل مثلا أولى أول، بعد كده نقول له بدء التسجيل، ونبدأ نشوف الطلبة اللي تم تسجيلهم لي أو تم تسليمهم للأبحاث. وليكن مثلا عندنا هنا الطالب ده، فببدأ أختاره الأول. لازم أحدد أو أختار الطالب، بعد كده هنبدأ نختار اسم البحث. جايب لي هنا 3 أسماء أو 3 موضوعات للموضوعات البحثية اللي تم عرضها من الوزارة. بختار البحث اللي الطالب او الموضوع اللي الطالب اشتغل فيه، وبعد كده ببدأ اختار نوع البحث، اذا كان الكتروني او ورقي. لو هو ورقي بنختار ورقي، وبعدين طبيعة العمل بنبدأ نختار سواء فردي او جماعي. ومن هنا يا جماعة بنبدأ نسجل التاريخ. طبعا مثلا لو انا سجلت مثلا 6/6 او 6/5، تمام، ممكن بدل ما كل شوية أبدأ أكتب التاريخ، أنا بحدد التاريخ وكنترول وسي عشان أبدأ أنسخه عندي في الذاكرة. كنترول وسي، كل ما أسجل لطالب أبدأ أعمل له كنترول وفي أو أعمل له لصق عشان ما ناخدش وقت. يبقى كل طالب هبدأ أسجل له هبدأ أحدد الأول مربع الاختيار، وبعدين أبدأ أختار اسم البحث ونوع البحث وطبيعة العمل، وبعدين التاريخ، تمام. يبقى احنا كده خلصنا. وفي النهاية خالص بضغط على حفظ، بنبدأ نضغط على حفظ يا جماعة، تمام، هيقول لي تم الحفظ. وبعد كده هنبدأ، بعد كده هنبدأ نضغط على تسجيل جديد عشان أبدأ أروح أختار يا جماعة صف آخر، وممكن نفس الصف الأول مثلا، وأختار الفصل رقم 2 أو أولى تاني، وأبدأ يا جماعة بدء التسجيل، وهكذا حتى إتمام عملية التسجيل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.